على السجادة الحمراء في الجولدن جلوب، معكم ميكو سعد، وحييكم من هنا لليوم السابع وكل جمهورنا موجودين هناك. عايز اقول لكم احنا النهاردة في انتظار اهم نجوم السينما والتلفزيون على السجادة الحمراء، استنونا في المقابلات. رامي اهلا وسهلا بيك على الريد كاربت. انا مبسوط بيك جدا حبيبي، انا مبسوط اشوفك والله. طب احكي لنا بقى، تعالى نتكلم شويه عربي كده على الريد كاربت على جولدن جلوب. طبعا رامي، انت اول مصري بعد عمر الشريف ياخد جولدن جلوب، احكي لي عن وانا اول مصري ولا كان رامي مالك؟ نو رامي مالك بعدين. انتوا الاثنين اشتغلتوا في نفس الشو؟ رامي رامي انتوا الاثنين اشتغلتوا في نفس الشو؟ لا، هو ده مستر روبوت بتاعه. ما هو مستر روبوت بتاعه، بس انا اخذتها في رامي. بس انت اخذتها في رامي از كوميدي. يو ار ذا اونلي وان جود ان كوميدي. طيب ممكن اخد كوميدي. هم كلهم اكشن. طيب هم كمان اكشن، وانا كمان انا كوميدي بس ممكن ابقى اكشن لو عايز. خلينا نتكلم على رامي حبيب. ازاي انت عملت اول شو عربي في امريكا باسمك لواحد مسلم مصري؟ ازاي انت قدرت تعمل حاجه زي دي؟ يو بريك ذا ناريتيف. ما احنا انا ابتديت في ستاند اب، وكان نفسي اشوف شو فيها مسلمين، فيها حد مصري عايش في امريكا وعايز يسيب يعني لاهله يعني دهوله. فقلنا لازم نشوف كاركترز يعني عندهم حاجه مش فايلنت، بس حاجه يعني بيوتيفول. نوري فاميلي كده. ايوه، شو ذا ماس بيبل. عملنا كده في رامي، عملنا كده مع مو. ف اتس بين ريلي نايس الحمد لله. يو ار ان اكزيكتيف برودوسر، يعني انت بتنتج وبتكتب وبتبدا وبتعمل وبتخرج وانا عارف الكلام كله. وكمان من انت جيت كعربي بس دلوقتي امريكي، بس دلوقتي بور ثينجز. بور ثينجز برو، ماي جاد مان، وات ا بيرفورمانس، اتس فيري اميزنج. توك تو مي اباوت ات. It was beautiful, Yanni, to work with Emma Stone, Willem Dafoe, Ruffalo. Yanni, these are people I watched my whole life. To work with them, Yanni, it's like, it was beautiful. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. I play Max, he's a scientist. He does a lot of experiments with Willem Dafoe. And then he falls in love with Emma's character, who's an experiment. And it was amazing. حبيبي. رامي مش عارف اقول لك ايه، انا مبسوطين بينك قوي. سعيد والله. انت اول مره هنا في مصر، قول لهم حاجه كده ايه علشان ينبسطوا يستلطنوا كده. مصر ومن الدنيا طبعا، يعني كلنا عارفين. خالد اهلا وسهلا بيك على السجاده الحمراء في الجولدن جلوب. احنا فخورين بيك وسعيدين ان انت تكون موجود. شكرا. خالد، اول حاجه احكي لي ايه شعورك ان انت تمشي هنا على الجولدن جلوب على دور انت عامله، والدور بيمثل شخصيه واحد مصري وانت مصري؟ يعني انا الصراحه انا من ناحيه عندي فخر شديد ان انا هنا عشان عملي في الكراون وعشان السيزون اللي فات، ويعني كل الشغل اللي احنا عملناه. وفي نفس الوقت انا هنا شايل تقل حزن رهيب. احنا النهارده 3 اشهر من بدايه الاحداث، فبالتالي انا لابس حمامه السلام، حاطط العلامه البيضاء دي على دراعي، فانا شايل الحاجتين. وللاسف ده مصيرنا، ده اللي احنا فيه. وبسبب تاني طبعا هي حاجه مرتبطه ب يعني لما احنا كنا اتقابلنا اخر مره انا قلت لك الكلام ده، يعني هي من الحاجات المؤلمه في حكايه دودي، انه في ناس بالذات في الغرب بس لغايه دلوقتي بيسالوني اذا دودي الفايد عايش. فاحساس الواحد انه واحد مننا يموت ومحدش يروح يحضر العزاء او يعرف حتى انه مات، دي حاجه انا بحسها من خلال دودي. هي موجوده في كل اللي احنا بنشوفه اليومين دول. الوقت صعب، فانا بحاول صراحه ان انا اشيل الحاجتين دول، وانا بشكره هو. يعني انا حاسس ان هو لو كان عايش النهارده يعني ما كانش هيتخيل انه حياته هيبقى ليها الصدى ده. We're okay.
انا متهيألي انت you gave the character justice، عملت للشخصيه روح، لان دودي ما كانش يعني شخصيه معروفه، كان معروف الحقيقه ان احنا كلنا نستاهل الرؤيه دي، كلنا. بس هو برضو هو كان شخصية جميلة، يعني شخصية جميلة مع أبوه مع الآخرين، الكلام صحابه عليه، كل الناس اللي كانوا يعرفوه، يعني هو واضح إنه كان سكر، يعني كان شخصية جميلة جدا. هو أول مصري كسب أوسكار، فعليا أول مصري يكسب أوسكار as a producer. يعني دودي كان ليه في الفن وكان ليه في حاجات كتيرة، احكي لي ازاي انت قدرت تعمل في الرول بتاعك، واللي لي ازاي انت قدرت تجيب كل ده مع بعض في حتة واحدة، خصوصا وان الموضوع يعني علامة في حياة المصريين والبريطانيين. يعني بص، انا في اي عمل انا بعمله وفي كل الافلام اللي انا عملتها سواء في مصر او برا مصر، أنا بحس بمسؤولية جديدة كبيرة تجاه الـ 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 الشخصية وتجاه الفيلم. أنا عملت حاجات عن 11 سبتمبر، عن العراق، عن أفغانستان، عن مصر، عن الثورة، عن حاجات كتير، وأنا نفس الرؤية اللي أنا ونفس الأهمية تجاه الحاجات دول أنا اديتها تجاه دودي. دودي واحد يعني مات، يعني وفاته مع ديانا دي حاجة أثرت على العالم كله، يعني ناس عيطت في العالم كله، يعني إن إحنا جبنا، يعني هما تسجيلين اللي موجودين بالكتير تلاتة لدودي وهو بيتكلم. يعني انت لو عملت سيرش على النت مش هتلاقيه، لان هو مات قبل الايفون وقبل يوتيوب وقبل الحاجات دي كلها، فمفيش حاجه موجوده، فانك مجرد تسمع صوته. وبعدين الشغل مع السيناريو مع فريق الكراون اللي هو فريق رهيب. يعني طب في اعمال جديده قريب؟ انا بصور حاليا ريميك للداي اوف ذا جاكو، إن شاء الله هينزل السنة الجاية أو اللي بعد السنة الجاية أو السنة دي. Mommy, you okay? I'm okay. جماعة أنا معايا خالد هنا، بطل الكراون، قايم بدور دودي فايد، وبنسلم عليكم من السجادة الحمراء من جولدن جلوب، ليكم في مصر. Ma un bel film che hai fatto, eh? Quanto sei contento sei qui al tappeto rosso di Golden Globe? Ma primo sono fiero di me veramente, perché non pensavo. Ma per me, io ho pensato che ragazzi hai fatto una cosa favolosissima. Ma come hai pensato a questa cosa? Tutta l'emozione che hai là? Non era facile. Ma il modo che lavorare Matteo mi ha aiutato molto, perché è la prima volta che ho fatto un film. Però mi ha fatto piacere di fare questo film, perché è importante per noi. È fatto bravissimo. Anche io sono dall'Africa. Okay. Lo conosco la storia, sono dell'Egitto. Sì. Lo conosco la storia, succede sempre. Sì. È triste. Sì. Ma voi, fatto il mondo di là, vedi una cosa così. Dimmi com'è la causa per te. Ah, ma per me... Matteo ha fatto questo film per dare a voce a loro che non fa, hai visto? È veramente una cosa importante, veramente. Assalamu alaikum, sono Mami. Non è un nuovo bach. La dagna è un bel viaggio. Matteo, è un piacere averti te qua al tappeto rosso, al Golden Globe. Quanto sei contento di 1 di 10? Il tuo film arriva qua a quel posto?
Beh, sicuramente siamo molto orgogliosi di essere qui. Significa che abbiamo fatto un buon lavoro e al tempo stesso questa nomination consente al film di avere maggiori attenzioni e sappiamo che la cosa più importante per un film nelle competizioni, poi noi siamo in corsa anche per l'Oscar, è cercare di essere visto e questo sicuramente, questo riconoscimento ci aiuta a essere visti, siccome siamo convinti di aver fatto un film comunque che riesce a raccontare da un'angolazione diversa questo viaggio e che quindi riesce ad arrivare, grazie anche all'interpretazione di Seydoux, al cuore degli spettatori. È un film comunque che ha emozionato tanti spettatori in Italia e siamo sicuri che emozionerà anche tanti spettatori qui, quindi più riusciamo a far vedere il film più siamo felici. Come ho parlato con questi ragazzi, con noi, non hai anche fatto l'attore prima, come hai preparato così tu? Beh, in realtà io, il mio lavoro è stato quello di ascoltare innanzitutto, perché è un film che abbiamo fatto insieme, ascoltare le loro storie, cercare di essere una sorta di intermediario, di mettermi al servizio delle loro storie, dare voce a chi di solito voce non ha e poi cercare di mettere in scena questo viaggio e senza perdere l'umanità, la grande umanità che hanno i protagonisti, che nonostante tutto quello che devono attraversare, nonostante le ingiustizie, nonostante le violenze, riescono a rimanere sempre umani. Ecco, questo secondo me è estremamente importante, che insomma siamo felici di non aver tradito questo sentimento. E poi chiaramente per noi è un grande onore anche poter e sono anche molto felice che il film verrà distribuito in 20 paesi in Africa. Quindi potrà essere visto anche da chi decide di fare il viaggio e non credo che cambierà idea, però almeno capisco che non è facile. No, non è facile, però almeno vedendo il film potrà farsi un'idea dei pericoli a cui va incontro. Ecco, questo almeno siamo orgogliosissimi di te, hai fatto un bel lavoro, mi piace molto. وكان لينا لقاء مع إنجي حسن، مصممة الأزياء العالمية في هوليوود، واللي كلمتنا عن تفاصيل إطلالات نجوم هوليوود اللي شاركوا في حفل جوائز الجولدن جلوب 2024. My overall reaction to the red carpet, that it was very striking for me. This is the kickoff for the red carpet season, and I was very happy to see many different celebrities dressed in different kind of attire. And my best dress list was going on that I had to actually edit it. My best female actress style was Jennifer Lopez. I thought she looked absolutely incredible. She was like pretty much the Latin Barbie. She was wearing a beautiful pink dress by Nicole. It's a new independent designer, which I think was also great. It was couture. The shade of pink was perfect on her skin tone. I loved how she had an overlay shrug that had floral appliques on it. It was perfect for her. She looked sensational, Hollywood. My favorite actor on the red carpet was Timothy Chalamet. I just think with everything that he wore was perfect for Hollywood. He was wearing Celine Ohm and it was bedazzled black blazer. And then he had his buttoned down shirt that had three buttons opened and he left everything else simple. It was perfect. I think it's very hard to say who was unsatisfying on the red carpet because fashion's supposed to be expressing yourself. I do think though there were some celebrities I would have probably loved to see a little bit more. I feel like there's some of the classics like Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, that keep it very simple and chic. And I would love to see them try something new with maybe a bold color, something very out there. The Arabs on the red carpet that really made me proud was Rami and Khaled Abdullah.
Rami went for a classic look with a white blazer tuxedo and a skinny black tie, and Khaled wore something that symbolized peace with a beautiful dove on his blazer and a white stripe on his sleeve. We had so many amazing designers on the red carpet today. You had Dolce & Gabbana, who dressed American Ferrera, and you had Timothée Chalamet wearing Celine Ome. You had Jeremy Allen wearing Calvin Klein. You had Louis Vuitton dressing Barry Keoghan. You had Louis Vuitton also dressing Coleman Domingo. You had Giorgio Armani dressing Margot Robbie. She was in a stellar Barbie-style archived look from 1977. And those were the top brands on the red carpet. كمان كان لينا لقاء مع وسيم أنور مصفف شعر أشهر نجوم هوليوود، واللي كلمنا عن تفاصيل تسريحات شعر النجوم اللي شاركوا في حفل جوائز الجولدن جلوب 2024. واليوم اللي هاخدكم معي على الريد كاربت بالجولدن جلوب تنشوف أحلى التمشيطات اللي كانت موجودة معنا. طبعا فينا نحكي عن كتير النجوم اللي كانت موجودين هني، فاخترت منهم 5 بس وراح نروح معهم. أول واحدة سيلينا جوميز. سيلينا جوميز كانت كتير كيوت، طبعا كتير لذيذة، شكلها كتير حلو، بس أنا كنت مفضل عليها شعر الكاري اللي كانت تعمله من قبل، كان كتير حلو عليها. وطبعاً حنروح للممثلة الثانية، هي مارغريت روبي اللي مثلت فيلم باربي، كانت كتير حلوة، بس أنا كنت بتمنى يكون الشعر أكثر فوليوم توحينا إنه فعلاً باربي. طبعاً حنروح مع ثالث واحدة وهي تيلر سويفت اللي كانت أنيقة جداً جداً جداً، الشعر الموفمنت كان كله ركب على بعضه مع قصة الغرة. طبعاً بنروح مع ليلي جلادستون، كتير حبيت اللوك تبعها، بس كنت بتمنى كان نخفف شوي من الغرة تكون متناسقين ما تاكل من الوش كتير. خلينا نحكي هلأ عن جينيفر لوبيز، اللي كانت اطلالتها كتير حلوة وكتير شيك وكتير أنيقة، بس كنت بتمنى الشعر يكون مرفوع لفوق بما أنه في عنا كاب كتير كبير، أو الشعر نازل مع كتير ريترو بس بدون الشعر. بس for me big like. هلأ لح أحكي عن روزمان بايك وهي my favorite بإطلالتها، شعرها كان كتير حلو ومضبوط بطريقة شينيون، كل الشينيون مضبوط الملمع، الهات بيس كان كتير حلو عليها، وطبعا كتير حلو بهيك ايفنت. وطبعا اكيد اذا بدنا نحكي كتير كتير كان في ممثلين وكتير كان في نجوم موجودين على الريد كاربت. طبعا يلي راح منهم ده الشعر كتير ستريت، الشعر ناتشرال، الشعر الويفي كان كتير حلو، بس انا بالنسبة لي بحب دائما بهيك بيك شوز تنقول يكون الشعر أكثر مضبوب، أكثر مبين ديتلز بالشعر، لأنه طبعاً بهيك حفل بيكون كل العالم لابسه out of the box. فأنا بحب دائماً روح على شيء الدراماتيك لوك. إحنا في اللحظات الأخيرة والناس عمالة بتوصل على السجادة الحمراء، ليوناردو دي كابريو، مارغريت روبي، جاي لو، مارتن سكورسيزي وغيرهم، وتيلر سويفت، ويعني ناس كتيرة جدا كانوا موجودين على السجادة النهاردة. فالحفلة هتبقى شيقة، مستنيين إعلان الفائزين واللي هو هيكون أحلى حاجة في الحفلة. ميكو سعد اليوم السابع، أشوفكم جوه.